نعم يارا، حالة من الاحتفاء الشعبي هنا وسط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. أولى الأسيرات نور الطاهرة والمعتقلة في تاريخ 27 سبتمبر العام الجاري، أي قبل نحو أسبوعين من 7 أكتوبر والأحداث الأخيرة. اليوم بصفقة التبادل وضمن الدفعة الأولى 7 أسيرات من مدينة نابلس وكذلك 2 من الأشبال تم الإفراج عنهم، بالإضافة لأسيرة من مدينة تولكرم وكذلك أيضا أسيرة أخرى من مدينة قلقيلية. في هذه اللحظات تنضم إلي نور الطاهر التي وصلت للتو. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. شو الشعور اليوم وأنت تخرجين بصفقة تبادل أسرى وهنالك حرب في قطاع غزة؟ طبعا المشاعر من الصبح كتير ملخبطة ومختلطة، ما بين فرح انه احنا تحررنا والحمد لله خرجنا، وما بين الحزن الكبير اللي احنا بنشعر فيه لانه خرجنا على دم الشهداء بغزة، ولانه تركنا كتير بنات ورانا بالقسم، بس ان شاء الله حريتهم قريبة، وان شاء الله المقاومة رح تضل وراء البنات، خاصة بنات الداخل لحد ما تخرجهم. وطبعا اول شيء الحمد لله يعني بفضل الله ثم بفضل مقاومتنا احنا تحررنا وخرجنا الحمد لله. طيب نور، احنا منقدرين هذا الموقف، متى تم اخباركم بتفاصيل الصفقه؟ كان في مراوغه اسرائيليه من اداره السجون بهذا الخصوص؟ كان في مراوغة وما تم إخبارنا بأي شيء بتاتا، مع أنه كان مفروض يعني يعطوا قائمة بأسماء البنات اللي بدهم يطلعوا، بس هم ما حكوا ولا شيء. يعني الصبح بس قريب الساعة 8:30 كنا نايمين، كل البنات نايمات، فجأة في حركة بالساحة ومنلاقي مجموعة من السجانين داخلين وفتحوا على أسيرة وإنه يلا هلأ بدك تروحي، وحتى روحت بقى واعي الصلاة وما لحقت تلبس بوت ولا إشي، فصاروا يطلعوا بنت بنت، والبنات كلهم حاولوا يلبسوا سواء بدهم يطلعوا أو لا، إنه هم ملخبطين مش عارفين. يعني أنا مثلا بغرفتي في كتير بنات لهم سنين كان المفروض هم يطلعوا عاملين حسابهم، خرجتهم اليوم لبسوا وجهزوا، بس للأسف يعني ما كان نصيبهم اليوم، بس إن شاء الله بكرة طلعتهم. الأوضاع داخل السجون هجمة كبيرة شرسة وقرارات جديدة ونزع مستحقات الأسرى، اليوم كيف بتشوف الأوضاع داخل السجون؟ وضع السجن كتير صعب، يعني ما بعد ما قبل 17 مش زي ما بعد 17، كتير الوضع صعب، يعني تقريبا كل إنجازات الحركة الأسيرة انتهت، سواء من الكانتينة، من ممثل الأسرة، من الفارة، من التلفزيونات، الأدوات الكهربائية، حتى من الأكل، يعني الأكل كتير سيء، كتير قليل، يعني ما بكفي لعددنا عدد البنات، وكتير جودته سيئة. طيب رسالتك اليوم لغزة المكلومة قتلا وتدميرا وذبحا بآلة الحرب، وهنالك ثمن كبير وعظيم لهذه الحرية المنتظرة. هلا زي ما حكيت قبل شوي، اكيد احنا فرحانين بخرجتنا، بس الوجع كتير كبير والجرح يعني كبير، لانه احنا مدركين انه ثمن حريتنا كان وضع غزة الصعب. وطبعا من وقف تحية صمود وإجلال لشعبنا في غزة، وإنه إحنا ما بننساهم، نعرف الظروف عندهم صعبة من كل النواحي، نعرف عدد الشهداء كتير، عدد المفقودين تحت الأنقاض، وكل الوضع عندهم صعب، فإحنا فاهمين هذا الإشي، وبالتأكيد ما بننساهم من دعواتنا، وإن شاء الله الفرج إلهم قريب، وهذا اصطفاء من ربنا إنه هم بغزة، ويعني هاي درجات بيرتفعوا فيها بالآخرة. رسالة الأسيرات اللواتي بقينا داخل سجون الاحتلال. الأسيرات كلهم طبعا ما في أي أسيرة ما نفسها تطلع، بس بنفس الوقت كلنا شاعرين بأهلنا في غزة، شاعرين بوضعها الصعب، وإحنا طبعا يعني حاسين بكمية الشهداء اللي راحوا بس ثمنا لحريتنا. الله يتقبلهم يشفي جميع الجرحى يا رب، وطبعا كل يعني بفضل الله إحنا خرجنا ثم بفضل مقاومتنا، أدامها الله علينا.